احنا المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن موضوع جدا مهم، كيف انه لما بدك تتعامل مع امبليفاير سيركت لما يكون في معاه ار ال وار اس، كيف بدنا نحسب الجينز، يعني الجينز مقابل ايش الار ال والار اس اللي بيكونوا على خارج او اطراف الامبليفاير. طبعا حكينا الار ال هي عبارة عن اللود امبيدنس، والار اس هي سيريز انبوت امبيدنس اللي بتكون موجودة مع مصدر التغذية. هلا في عندنا ثلاث حالات، في عند الدائرة اللي موجودة هون ما في عليها ولا أي شكل من أشكال الـ RL والـ RS، بسموها الـ Unloaded Amplifier. هذه إذا بدنا نحسب الـ Gains عليها زي الـ Voltage Gain والـ Current Gain، بنسميهم No Load Voltage Gain والـ No Load Current Gain. هلا في ملاحظة مهمة جدا تكلمنا عنها اللقاء اللي فات، إنه اللود هون لأنه مش موجود، ما في عندنا ولا أي RL مش موجودة معانا على الـ Output، بتكون الـ Current Gain أو الـ AI No Load بتكون Undefined، غير معرفة. بس في المقابل لو بدنا نحسب الفولتج جين لهي الدائرة، راح تكون دائما قيمة الفولتج جين هون أعلى ما يمكن. واضح كيف؟ هلا في عندي الحالة الثانية اللي موجودة هون، إنه أنت بس أضفت على الأمبليفاير ار ال. هلا الار ال هاي راح تخلي الفولتج جين قيمته أقل، يعني في علاقة عكسية بين قيمة ار ال وبين قيمة الفولتج جين. علاقة طردية، كل ما بزيد الـ RL كل ما بزيد الـ Voltage Gain، كل ما بتقل الـ RL كل ما بتقل الـ Voltage Gain. مفهوم كيف؟ هلا هون لو جينا نحسب الـ Voltage Gain والـ Current Gain ما بصير نسميهم زي الحالة اللي شفناها هون سابقا No Load، وإنما شو بنسميهم؟ راح يكون اسمهم الـ Overall Voltage Gain، مفهوم؟ الـ AVL والـ AIL. هذه الـ AVL والـ AIL لما نيجي نقرأهم بنسميها Overall Voltage Gain أو الـ Overall Current Gain. هلا هذه الاوفر اول فولتج جين والكرنت جين بيكونوا تحت تاثير الار ال، راح تخلي البين هون قليل عندنا، اقل من الحاله اللي شفناها هون. مفهوم كيف؟ هلا لما تيجي تحسب، راح تطلع تحسب مثلا الاوفر اول فولتج جين، راح تلاحظ شغله كثير مهمه، انه القيمه اللي حصلت عليها راح دائما تكون اقل من حاله النو لود اللي ظهرت معي هون. مفهوم كيف؟ يعني لما تيجي تحسب الاوفر اول فولتج جين لهذه الحاله للامبليفاير سيركت اللي بيكون مربوط مع مخرجها الار ال، مفهوم كيف؟ الجين اللي راح يطلع معي قيمته دائما وابدا بتكون اقل من النو لود فولتج جين. هيني كاتب لك اياها هون، هاي الملاحظه جدا مهمه. هلا عشان موجود الار ال راح يطلع معي كرنت جين، الكرنت جين ما راح يكون انديفايند زي الحاله اللي شفناها هون، وانما راح ياخذ قيمه معنا. مفهوم كيف؟ هلا المره الثالثه شو سوينا؟ ضفنا مع الامبليفاير السيريز انبوت امبيدنس مع اللود امبيدنس، هيهم الاثنين موجودين، هدول بيكونوا خارج الامبليفاير. مفهوم كيف؟ هلا الجين اللي راح يطلع معي هون سواء كان فولتج جين او كرنت جين له اسم جديد اي في اس واي اي اس. هلا لو بدي اجي اقراهم هدول شو بسموهم؟ بسمي الاوفر اول فولتج جين تاثير وذ ايش؟ ار ال وار اس، او الاوفر اول كرنت جين وذ ار ال وار اس. مفهوم كيف؟ هدول التو جينز لما بدي اجي اطلع قيم هون، اجي تقارنهم مع الجينز اللي حصلت عليهم سابقا، ايش اللي راح تلاحظه؟ اللي راح تلاحظه انه مثلا الفولتج جين او الاوفر اول فولتج جين تحت تاثير الار ال والار اس، القيمه اللي بتطلع معانا قيمته دائما اقل ما يمكن مقارنه بالايش؟ الحاله هاي والحاله هاي. فعشان هيك اعلى شيء هيني كاتب لك الترتيب كيف، اعلى شيء دائما النو لود فولتج جين، بيجي بعده اللودد فولتج جين تحت تاثير الار ال، واقل شيء دائما وابدا بكون ايش؟ الاوفر اول فولتج جين تحت تاثير الار ال والار اس. هذه اقل شيء بتكون معنا. بتسال الطالب طب ليش؟ يعني شو السبب ليش هون بتكون قليله؟ لانه في عندك بدك تلاحظ شغله كثير مهمه، حكينا احنا انه الفولتج دروب اللي موجود على الار اس راح تخلي الانبوت فولتج اقل دائما وابدا من الفي اس، عشان كل ما بتزيد ار اس معنا راح تخلي الاي في اس قيمتها اقل. العلاقه بين الاي في اس والار اس علاقه عكسيه. مفهوم كيف؟ يعني هون بدك تفرق بين الانبوت، هي وين موجوده؟ هي هون بدك تفرق بين الفي اس اللي هو الجهد الخارجي، دائما بكون اعلى من الفي انبوت. العلاقه اللي بتربط بين الجهدين هذول هو عباره عن الفولتج دروب اللي موجود على المقاومه هاي. مفهوم كيف؟ فعشان هيك كل ما بتزيد معنا المقاومه هاي، زي ما انت شايف هون حسب المعادله شو راح تخلي الفولتج جين، كل ما بتزيد هاي راح تخلي الاي في اس او الاوفر اول فولتج جين تحت تاثير الار ال والار اس مالها قليله. واضح كيف؟
طيب هلا شو ابسط طريقه انت لو بدك هذا اللي بدي افرجيك اياه انا هون اليوم بفيدك في شيء كثير كثير مهم، انه مثلا لو جبت لك امبليفاير سيركت دائره امبليفاير وكان مع الامبليفاير، خليني اشوف شوي والله، لا ليش رجعت ورا كثير، هي لو جبت لك دائره امبليفاير سيركت مع دائره الامبليفاير، فلنفرض كان في معها السيريز انبوت امبيدنس مع اللود امبيدنس الار اس والار ال، شو بتقدر تعمل انت؟ اول شيء بامكانك لما تيجي تطبق مفهوم الكونسبت تبع السمول سيجنال اناليسيز، بامكانك تاخذ تكمل تحليل للدائره بمعزل عن الار ال والار اس، بتطلع مثلا شيء بسموه نو لود فولتج جين زي الحاله اللي موجوده هون، واضح كيف؟ بعد هيك بتشوف شو العلاقه الرياضيه اللي بتربط بين الاوفر اول فولتج جين تحت تاثير المقاومتين هذول الار ال والار اس والنو لود فولتج جين، بتحسبها بشكل يعني بس بتعوض تعويض واحد، بتطلع ايش؟ بتطلع معك يعني الاسلوب او اسلوب التحليل راح يكون اسهل بكثير مما انت تيجي تاخذ هذول تاخذ تاثيرهم مثلا في حاله لما تعمل سمول سيجنال اناليسيس. فعشان هيك دائما ابدا انا بفضل لو انا مثلا بدي احل دائره والدائره كان فيها ار ال وار اس بستثنيهم مبدئيا، بطلع النو لود فولتج جين، مفهوم كيف؟ بعدين بعد النو لود بعديها ليتر اون بستخدم المعادله اللي هاي الصيغه الرياضيه اللي موجوده هون، هي هذه الصيغه الرياضيه، هي انت اوريدي حسبت النو لود فولتج جين، القيم اللي موجوده هاي كلها بتكون اوريدي موجوده معك، ما راح تحسب منها ولا اي شيء، كلها بتكون قيم جاهزه، بس بتعوضها بشكل مباشر. شو راح يطلع معي؟ راح يطلع معي الاوفر اول فولتج جين تحت تاثير الار ال والار اس، واضح كيف؟ بالاضافه لذلك بدك تحسب الكرنت جين تحت تاثير الار ال والار اس، هي اوريدي بتكون انت حاسب الاي في اس قديش طلعت معك، بتعوض هذول القيم تعويض مباشر، ما راح تحسب منهم ولا شيء، يعني هذول القيم بكونوا جاهزه بس بتعوضهم تعويض مباشر، بيطلع معي الاوفر اول كرنت جين. هذه كثير بتكون هذا الاسلوب راح يسهل عليك التحليل بشكل كبير كثير، مفهوم كيف؟ بينما في المقابل الاسلوب المطول انه واحد اجى دخل الار ال والار اس في التحليل تبعه لما اجي اعمل السمول سيجنال اناليسيز، راح شويه حسابات تكون معك، يعني راح تاخذ يعني راح تاخذ حساب الحسابات راح تكون اطول، مفهوم كيف؟ طيب هلا بدنا نشوف شو العلاقه اللي بتربط بين، فهمنا هذه. طيب هلا هون كمان في ملاحظه، هون كمان الاوفر اول كرنت جين الاي اي اس تحت تاثير الار ال والار اس دائما بتكون تحت تاثير، عفوا دائما بتكون اقل من الاوفر اول كرنت جين بوجود الار ال لحالها، مفهوم كيف؟ طيب هلا هون الدائره دائما حكينا بامكاني اختزلها ل تو بورت سيستم زي ما انا شايفها هون، اذا توفر عندي معطيات عن هاي الدائره، ايش هاي المعطيات عن الامبليفاير؟ ثلاث اشياء جدا مهمه، اي في نو لود والانبوت والاوتبوت امبيدنسز، هذول كيف نوجدهم؟ من تطبيق من تطبيق سمول سيجنال اناليسيس، مفهوم كيف؟ طيب هلا هذا السيستم اللي موجود معي هذا عباره عن تو بورت سيستم، بدليل انه الاقطاب تبعت الجهود على الانبوت والاوتبوت هيك بكونوا شكلهم، السالب لتحت والموجب لفوق على الجهتين، اوكي؟ بالاضافه لاندفاع التيارات في عندي الاي انبوت بكون مندفع هذا مندفع من مصدر التغذيه باتجاه التو بورت سيستم، والاي اوتبوت دائما بكون فايت لجوا بهذا الشكل، واضح كيف؟ هلا المره الاولى هلا بتسال الطالب طيب شو الانتينا الاليمنتس للتو بورد سيستم هذا اللي موجود هون؟ راح يكون ثلاث العناصر هاي حكينا عنها سابقا، كيف هذه العناصر سين فروم ذا اوتسايد وورد، يعني كيف بتطلعوا عليها مثلا السيجنال سورس هاي اللي موجوده هون، كيف بتشوف التو بورد سيستم من الداخل؟ كيف مثلا لو في عندي ار ال كيف بتشوف التو بورد سيستم؟ راح تشوف الكونفيجريشن هاي الوضعيه هاي، في عندي هون ثلاث اشياء، في عندنا الانبوت امبيدنس هي الممانعه الداخليه، في عندنا الاوتبوت امبيدنس مع مصدر التغذيه اللي موجود هون حكينا عنه، هذه بتمثل ثيفنز ايكوفلنت سيركت، لو بدك توجد الاوتبوت امبيدنس مثلا كنا نعمل في ايش؟ كنا نعمل في السمول سيجنال اناليسيس، كنا دائما وابدا نعمل كل على الفولتج سورس هذا، واضح كيف؟ فاذا اي تيار بيعدي هون راح تكون صفر، فعشان هيك هذا برضه راح يصفر معنا حسب السوبر بوزيشن تكنيك، لما هذا بيصفر بصير عباره عن شورت سيركت، فاي امبيدنس ظهر على الاوتبوت هون راح تكون عباره عن الاوتبوت امبيدنس، اوكي؟ طيب هلا الانترنال اليمنتس هاي بتفرجيني انه في كمان نقطه كثير مهمه، الجين اللي موجود هون
هذا بسموه نو لود فولتج جين. ليش نو لود فولتج جين؟ لانه انت بالعاده لما تكون تقرا الجهد على المخرج هون تقرا في حاله بيكون ما بيكون فيها الار ال موجوده، يعني الدائره بتكون مفتوحه، فطبيعه الحال الجهد اللي راح يكون ظاهر عندي على الانبوت هذا الجهد الداخلي هو عباره عن الجهد اللي بيظهر على الاوتبوت، بالدليل انه التيار هون في حاله النو لود بتكون قيمته صفر، ولما يكون قيمه التيار صفر الامبيدنس هذا الزد اوتبوت راح يصفي معانا كشورت سيركت، لانه بتضرب انت الامبيدنس في التيار قيمته صفر الجهد راح يطلع معنا قيمته صفر حكيناها، واي جهد قيمته صفر شو مفهومه في الدوائر الكهربائيه؟ عباره عن شورت سيركت، مفهوم كيف؟ فهون زي ما احنا ملاحظين هي كاتب لك المعادله، الاوتبوت فولتج بتساوي النو لود فولتج جين مضروبه بالانبوت فولتج، مفهوم كيف؟ هذا الشيء. طيب زد اوتبوت هي اذا ثيفنز ايكوفلنت اوتبوت امبيدنس which is defined by having في انبوت، ممكن تعرف انت من خلال ايش وضع الفي انبوت بتساوي زيرو والافي نو لود طبعا هذا راح برضه يساوي صفر معنا شورت سيركت. طيب هلا اللي بدنا نشوفه هون ايش العلاقه الرياضيه اللي بتربط بين الاوفر اول فولتج جين تحت تاثير الار ال مع النو لود فولتج جين. افترض انه النو لود فولتج جين انا اوريدي حسبت قديش قيمته من تطبيق السمول سيجنال اناليسيس على ايش؟ على الامبليفاير هذا بمعزل عن ار ال وار اس، حولت السيركت من هذا الشكل للتو بوت سيستم زي ما انا شايفه هون. طيب تعال نشوف شو بدنا نعمل. هلا بكل بساطه الدائره هاي بتفرجينا الانترنال اليمنتس للتو بورد سيستم بالاضافه لوجود مصدر تغذيه حتى نقدر نشغل الدائره. في على الاوتبوت هون لاحظ شو حاطين، حاطين الار ال. هلا اذا بدك تيجي بدنا نحسب هلا شو الجين اللي راح يطلع معي تحت تاثير الار ال، راح يطلع معنا الاوفر اول فولتج جين تحت تاثير الار ال هيو اي في ال بكون اسمه وليس اي في اس، مفهوم كيف؟ طيب الـ AVL شو هي؟ حاصل قسمة الـ Output على الـ Input Voltage. هلا بكل بساطة هون لو طبقت الـ Voltage Divider Rule على الـ Output Side اللي راح نشوفه انه الـ Output Voltage شو راح يساوي؟ قيمة الجهد الداخلي مضروبة في الـ RL على حاصل جمع الـ RL مع الـ Z Output، هي زي ما شايف هون. طيب هلا جيب الـ Input، اقسم الطرفين على الـ Input Voltage بتصير هاي في اوتبوت على الفي انبوت راح تطلع معي الاوفر اول فولتج جين. شو بدها تساوي؟ الاي في نو لود في الار ال على زد اوتبوت زائد الار ال. هلا في ملاحظه جدا مهمه، انا اوريدي بسال بقول الطالب انا مثلا في الامبليفاير هذا لما جينا طبقنا السمول سيجنال اناليسيس طلع معي الفولتج جين فلنفرض 100 في حاله النو لود، مفهوم كيف؟ طيب هلا حطينا مقاومه لها كذا قيمه مش عارفين مش مشكله، حطينا مقاومه على الاوتبوت، بدنا نحسب الجين الجديده الاوفر اول فولتج جين تحت تاثير الار ال لحالها لانه ما في ار اس هون، مفهوم كيف؟ طيب اللي راح تشوفه هون انه المقام طلع علي، لو بدك تيجي تقارن الار ال مع الزد اوتبوت مجموع مع الار ال دائما المقام اعلى من البسط، هي كاتب لك اياها هون، عشان قيمه المقام اعلى من البسط راح يكون الدينومينيتر قيمته يعني هذا قيمته عاليه والنيوميريتر قيمته قليله، فشو اللي راح يصير؟ دائما وابدا اللي راح يطلع معك انه اللودد فولتج جين دائما بتكون اقل من النو لود فولتج جين، مفهوم كيف؟ طيب فهي شايف كيف؟ لانه هذا المقدار اقل من واحد فعشان هيك الاي في ال دائما بتكون اقل من النو لود فولتج جين. حتتاكد انه شغلك صح هون لما نيجي نعوض الارقام في هاي المعادله لازم يطلع معي اللودد فولتج جين قيمته مثلا تطلع يمكن 60 70 هيك بتعرف انه شغلك صح، بس ما بصير ولا باي حال من الاحوال تكون مع اللودد فولتج جين اعلى من النو لود فولتج جين، دائما لازم تكون اقل، مفهوم كيف؟ طيب هلا بدنا نحسب الكرنت جين نشوف شو بيطلع معنا. هاي اللودد كرنت جين بتساوي اي اوتبوت على اي انبوت، بتعرف انه الانبوت كرنت دائما وابدا حسب قانون اوم بدي اساوي جهد مصدر التغذيه مقسوم على الزد انبوت. هي بتقدر تشوف هون وين الاي، هي في انبوت على زد انبوت، مفهوم كيف؟ بينما اي اوتبوت هون هذه انا فرضتها فرض حسب التو بورت، حسب التو بورت سيستم واضح، بس الاقطاب اللي موجوده عندي بتحتم علي انه الاتجاه الفعلي لاندفاع التيار بعكس الحاله اللي فارضها انا. هلا طلع كيف اقطاب الجهد على الداخلي هذا كيف بتكون؟ سالب تحت والموجب لفوق. هلا لو بدك تشتغل على الباسف ساين كونفنشن بده يكون اتجاه اندفاع التيار الفعلي باتجاه عقارب الساعه، هذا الاتجاه الافتراضي مش الفعلي،
هلا اذا كان الفعل باتجاه والافتراضي باتجاه ثاني متعاكسات، اكيد هون راح تعمل انتروديوس لايش؟ لنيجاتيف ساين، لاشاره سالبه. فعشان هيك هون لاحظ كيف الاي اوتبوت هون شو بدها تساوي؟ الاي اوتبوت بدها تساوي حاصل التيار اللي معدي هون، بدها تساوي جهد. يعني لو بدك تيجي تحسب التيار اللي معدي في المقاومه ار ال، شو بدك تقول؟ بدها تساوي ال V output على ايش؟ على ال RL، بس لازم نضيف إشارة سالبة. تعال نشوف هي V output على RL، هون ضفنا إشارة سالبة. هلا صار في معي مجال أعوض معادلة رقم 2 ومعادلة رقم 3 في معادلة رقم 1 زي ما أنا شايف هون. هي بتطلع مع ال RL مع ال ايش اللي بيشطب مع بعضه؟ ال V output على ال V input، هذا راح يطلع مع ال loaded voltage gain. مفهوم كيف؟ هي هيك الشكل النهائي للصيغة الرياضية اللي بتربط اللي بتحسب منها اللودد كارنت جين، بس تحت تأثير ال ار ال. مفهوم كيف؟ هلا في مثال بسيط هون معطيني انا، يعني لو فرضا انت جيت طبقت تو بورد سيستم على مثلا كومن ايميتر كونفيجريشن، عفوا طبقت السمول سيجنال اناليسز على تو بورد على مثلا كومن ايميتر كونفيجريشن، طلعت معك هذه القيم. كان معي النو لود فولتج جين ناقص 240، الانبوت امبيدنس 6.8 كيلو اوم، والاوتبوت امبيدنس 330 اوم. طيب هلا بدي السؤال نحسب الاوفر اول فولتج جين، مفهوم كيف؟ مع وجود ار ال قديش بتساوي؟ 2.2 كيلو اوم. طيب هلا هذا بس الرسم، ما في يعني الواحد لو بده يحل مثال زي هيك ما فيش داعي يقعد يرسم، بس هذا حتى رسمة توضيحية يعني حتى يفهم الطالب شو اللي بده يسويه بالضبط. مفهوم كيف؟ هي عندك هي حددنا الانبوت والاوتبوت امبيدنس والاي في نولوت. طيب هلا لما نضيف ار ال هون بدنا نستخدم اي معادله؟ المعادله اللي شفناها سابقا، اي بتعوض مباشره هون. تعال نشوف الاي في ال بتساوي الاي في نولوت في الار ال على زد اوتبوت زائد الار ال. طبعا هون بهي عوضنا القيم بشكل مباشر، شو طلع معنا؟ اللودد فولتج جين تحت تاثير الار ال لحالها طبعا قيمتها طلعت اقل، قديش طلعت؟ سالب 208.7، بينما في حاله النو لود قديش كانت؟ ناقص 240. فاذا هاي القيمه لازم تكون اقل دائما وابدا بدون الاشاره السالبه. طيب هلا النقطه الثانيه، لو بدك تحسب الاوفر اول الكرنت جين هون اكيد راح يطلع له قيمه لانه الار ال موجوده، ما راح يكون انديفايند. طيب هي بتعوض الاي في ال قديش حسبتها انت؟ سالب مع السالب بروحوا مع بعض، الزد انبوت عندي قيمتها 6.8 كيلو اوم، واضح؟ والار ال قيمتها 2.2 كيلو اوم، بيطلع معي الكرنت جين 645. مفهوم كيف؟ هلا في حاجه انا هذه شلتها المره اللي فاتت، ايش بدنا شيء طيب هذا انجلش خلص هيك خليها هيك. طيب هلا بدنا لو طلب منك تحسب الاوفر اول باور جين، بكل بساطه عندي الكرنت جين موجوده جاهزه، وعندي الباور عندي الفولتج جين جاهزه، بضرب القيمتين في بعض، شو راح يطلع معي؟ هذا المقدار. فهذا المقدار لما تشوفه عالي كثير اعرف تماما انه انت بتحكي عن امبليفاير نوعه كومن ايميتر امبليفاير، لانه في الخصائص سابقا لما جينا شرحنا حكينا انه الكومن ايميتر دائما الباور جين بتكون عاليه لسبب بسيط، عالي كثير. ليش؟ لانه الفولتج جين والكرنت جين بيكونوا عاليين اوريدي، فاضربهم في بعض راح يطلع الباور جين قيمته كثير عاليه. مفهوم كيف؟ فخلص هيك خدها معك، يعني حتى لو في اشارات سالب موجب ما بس دائما حط الاشاره هون قيمه موجبه. مفهوم كيف؟ هلا الحاله هاي اللي موجوده هون بدنا ناخذ تو بورد سيستم بمثل في امبليفاير سيركت، بغض النظر شو كان الكونفيجريشن لهذا الامبليفاير، هل هو كومون ايميتر، كومون بيز، كومون كوليكتر، مش مشكله. الانترنال اليمنتس اللي حكينا عنها للتو بورد سيستم دائما بتكون بهذا الشكل. في عندي هون الانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس مع وجود الاي في نو لود مضروبه بالفي انبوت. مفهوم كيف؟ هذا الامبليفاير اللي معطيك اياه في معاه السيريز انبوت امبيدنس ار اس مع وجود اللود امبيدنس الار ال. طيب هذول العنصرين بدنا نشوف كيف راح ياثروا على الجينز، ايش هم الجينز بكون اسمائهم؟ بسموهم اللودد فولتج جين واللودد كرنت جين، بس بعطوهم رموز مختلفه عن الحالات اللي شفناها سابقا.
AVS AIS. حكينا لما تكون AVS اعرف تماما انك انت بتتعامل مع امبليفاير موجود فيه العنصرين هذول RL مع RS، ونفس الشيء الـ AIS. هلا هون اللي راح تشوفه انه في امكانيه تطبق الفولتج ديفايدر رول على الانبوت سايد، وفي امكانيه كذلك نطبق الفولتج ديفايدر رول على الاوتبوت سايد. واضح كيف؟ على الانبوت سايد هون الانبوت لاحظ كيف هون بدك تفرق بين الجهد اللي ظاهر على اطراف الانبوت امبيدنس هو عباره عن الانبوت فولتج، بيختلف اختلاف تام عن الجهد اللي ظاهر على مصدر التغذيه. ما بصير يكونوا ولا باي حال من الاحوال متساويين. ليش؟ لانه في عندك انت مقاومه جايه بينهم، هذه المقاومه راح تعمل انتروداكشن لايش؟ لفولتج دروب. فعشان هيك الفي انبوت دائما وابدا شو بدها تساوي؟ بدها تساوي الفي اس زائد الفولتج دروب اللي ضايع في الار اس. واضح كيف؟ طيب لو جينا طبقنا الفولتج ديفايدر رول هون، اللي راح تشوفه ان الانبوت فولتج دائما بتكون بدلاله البرانش فولتج وليس ايش؟ بدلاله السورس. هلا البرانش فولتج الفي انبوت شو بده يساوي؟ بده يساوي جهد مصدر التغذيه الفي اس مضروبه في زد انبوت على حاصل جمع الار اس زائد ايش؟ الزد انبوت. هي بهذا الشكل. هلا انا بس بكل بساطه قسمت الطرفين على بي اس، مفهوم كيف؟ طلعت معي المعادله بهذا الشكل. هلا هاي جهزناها معادله رقم واحد. المره الثانيه بدنا نيجي نطبق الفولتج ديفايدر رول على الاوتبوت سايد، اللي شفناه انه الاي في طبعا على الاوتبوت سايد وين البرانش فولتج وين السورس فولتج؟ اكيد هذا هو السورس فولتج عندي هون، والبرانش فولتج هي موجود هون. فاذا احنا المعادله تبعت الفولتج ديفايدر رول دائما وابدا لازم تكون بدلاله البرانش فولتج. ايش هو الفي اوت؟ مفهوم كيف هي دلاله الفي اوت؟ فاذا الفي اوت بوت هون شو بده يساوي؟ بده يساوي جهد مصدر التغذيه هذا الاي في نو لود في الفي انبوت، شو بده يطلع معنا الفي اوت بوت مضروبه في الار ال على حاصل جمع الار ال زائد الزد اوت بوت. هي بهذا الشكل. هلا اذا جينا قسمنا الطرفين على في انبوت، اللي راح يصير معنا ان المعادله 2 راح يكون بهذا الشكل. هلا في ملاحظه مهمه، اللي بيصير انه معادله رقم واحد معادله رقم 2 لو ضربناهم في بعض راح يطلع معي الاي في اس اللي موجوده هون. هاي طبعا هذا التوضيح مبين هون، شايف انه الاي في اوتبوت على الفي اس ما عملنا عليها، ما تاثرت من مره. طلع شو سويت؟ ضربت البص في في ان، قسمت المقام على في ان، كأنك يعني ما اثرت عليها ولا باي شيء للاي في اس. فالملاحظ هون انه الفي في امكانيه اجي اعوض. فلما بدك تيجي تحسب الاي في اس هون شو اللي راح تعمله؟ راح تشوف انه هذا الفي اوتبوت على الفي انبوت شو بده يمثل؟ اللي هي ايكويجن رقم 2، هي في اوتبوت على الفي انبوت. طيب بالاضافه ل الفي انبوت على في اس، هي بتمثل ايكويجن رقم 1. فاذا ضربت هاي الايكويجن رقم 1 في ايكويجن رقم 2 زي ما انا شايف هون، شو راح يطلع معي؟ اللودد فولتج الاوفر اول فولتج جين اي في اس. طبعا هي ضربنا المقدارين في بعض، هي جبنا زد انبوت، هي هذا المقدار اللي موجود هون وهذا المقدار هي موجود هون، فصفت معي الاوفر اول فولتج جين تحت الار ال والار اس بهذا الشكل. طبعا هذه الصيغه الرياضيه ما في داعي الطالب يشتقها، بامكانه ايش؟ يحفظها ويستخدمها في التعويض عشان اعوض فيها تعويض مباشر. هذا الاشتقاق بس للتوضيح، مفهوم كيف؟ لازم الطالب يعرف كيف توصلنا للصيغه الرياضيه الموجوده هون، بس في الحل لما انت تيجي تتعامل مع مثال في اساينمنت او في سؤال قلت لك اياه في كويز، تقدر تعوض بشكل مباشر في الصيغه الرياضيه هون بدون المرور في ايش؟ في الاشتقاق. طيب احنا هون بخصوص الكرنت جين اي اي اس، هذا بده يساوي الاوتبوت كرنت على الانبوت كرنت. ملاحظ انه هلا تعال نشوف التيارات. انا هون الاي اس هاي هو نفس الاي انبوت تيار واحد، لانه عباره عن سنجل لوب السيركت ما في عليها تفرعات. واضح كيف؟ طيب هذه الاي اس شو بدها تساوي هون؟ بتساوي الفي اس جهد مصدر التغذيه على حاصل جمع المقاومتين هذول الار اس مع الزد انبوت. هات شوف كيف هي بتطلع بهذا، هي المعادله رقم 2. طيب بخصوص الاي اوتبوت، لو جينا سالنا اي طالب منكم قلنا له شو الاي اوتبوت هون راح تكون؟ راح يقول لي انه الاي اوتبوت هو عباره عن التيار اللي معدي في المقاومه هاي، فبدها تساوي في اوتبوت على الار ال. بس هون لازم نضيف اشاره سالبه لسبب انه التيار الافتراضي هذا ما بيمثل الاتجاه الفعلي لمرور التيار. الاتجاه الفعلي لمرور التيار بيكون دائما ابدا هون حسب ما انا شايف على الاقطاب اللي باتجاه عقارب الساعه، بعكس الايش؟ الاتجاه الافتراضي. فعشان هيك هون بنحط اشاره سالبه.
هي الإشارة السلبية، هاي أوتبوت تساوي في أوتبوت على الأر إل. هلا هون صار معادلة رقم 2 ومعادلة رقم 3 جاهزين، نعوضهم في معادلة رقم 1. أوكي، لما جينا عوضناهم ضلينا بالصفر لحد ما سوينا الشكل النهائي بهذا الشكل، مفهوم كيف؟ في مثال عليه هذا، شوف. هيو في مثال عليه، خلينا نشوف كيف بنحل. هلا عندك مثلا انت كومون ايميتر امبليفاير، زي دايركت كومون ايميتر امبليفاير، واضح؟ الكومون ايميتر امبليفاير مثلا بيقول لك معه، من اول ما اعطيتك المثال بيقول لك معه ار ال 10 كيلو اوم، والار اس قيمتها 172 اوم. طيب هلا انت شو بتعمل بالعاده؟ تيجي بتاخذ بتحلل الدائره بمعزل عن القيمتين هذول. اوكي، لما تطبق مفهوم السمول سيجنال اناليسيز بيصير في معك مجال تحسب النو لود فولتج جين، تطلع الانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس، ساعتها بصير في امكانيه نختزل التوب الامبليفاير سيركت الكومون ايميتر امبليفاير للتو بورت سيستم زي ما انا شايفه هون، واضح؟ طلعنا الثلاث قيم اوريدي اختزلناها، هلا حطينا كيف اتجاه مر اندفاع التيارات على والانبوت والاوتبوت فولتجز حسب التو بورت سيستم، هيك دائما بكونوا، مفهوم كيف؟ هلا ليتر اون بعدها انه بدي اجي اتدرج في الحل لحد ما اشوف احسب مثلا الاوفر اول فولتج جين والكرنت جين مع وجود الار ال والار اس، اشوف كيف. هلا الاي في نولا طلعت معك مثلا سالب 510 بعد ما طبقت السمول سيجنال اناليسيز الانبوت. هذا عفوا، ليش هون اشاره سالب؟ اوكي، حسبنا الانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس طلعوا معنا بهذا الشكل. هلا بتيجي انت بتقول لي هاي العناصر الداخليه الانترنال اليمنتس تبعت التو بورت سيستم بهذا الشكل، واضح؟ المره الاولى لو جينا لو طلب منك مثلا في الحل، انا قلت لك هلا مش فقط بدنا نعرف النو لود فولتج جين، بدي اعرف الاوفر اول فولتج جين المره الاولى بس تحت تاثير الار ال اللي قيمتها 10 كيلو اوم. طبعا هذه رسمة توضيحية، في شي داعي انت تستخدمها ترسمها لو بدك تيجي تحل سؤال زي هيك. تيجي بتقول مباشرة يعني الاوفر اول فولتج جين، هاي المعادلة عوض فيها تعويض مباشر راح يطلع معك الجواب على طول. الملاحظ هون النو لود فولتج جين قيمته سالب 510، الار ال والزد اوتبوت عندي قديش قيمهم عوضناهم، طلعت معي دائما وابدا الاوفر اول فولتج جين تحت تاثير الار ال اقل من قديش؟ من النو لود. كانت النو لود سالب 510، طلعت هون 477، مفهوم كيف؟ الكرنت جين هون شو بده يساوي؟ بده يساوي الفولتج جين مضروب في الزد انبوت على الار ال، الزد انبوت 8.2 كيلو اوم والار ال 10 كيلو اوم، لما جينا عوضنا طلع معي الكرنت جين بهذا الشكل، مفهوم كيف؟ دائما وابدا انت لما تيجي تحسب فولتج وكرنت جين دائما واحد بتكون اشارته مختلفه عن الثانيه. فزي مثال الحاله اللي شفناها بالكومن ايميتر كونفيجريشن، كنا دائما نطلع الفولتج جين في اشاره سالبه عشان في فيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت فولتج، بينما الكرنت جين دائما كان يطلع معي في اشاره موجبه، مفهوم كيف؟ طيب عدنا نشوف هلا المطلوب الثاني، خلصنا المطلوب الاول. السكند ريكويرمنت قايل انه بدنا نحسب طلع لي اوفر اول فولتج جين تحت تاثير الار ال والار اس اسمه اي في اس، وكذلك الـ AIS. كيف بدنا نسوي؟ بدنا نستعين في المعادلة الرياضية الكبيرة هاي، صيغة رياضية طويلة هاي، نيجي بنشوف انه النو لود فولتج جين جاهزة. هون الملاحظ انه القيم اللي بتعوضها هي عبارة عن القيم اللي حصلت عليها من سمول سيجنال اناليسيز، عوضها تعويض مباشر. هذه القيمة الوحيدة اللي حسبتها انا من تطبيق السمول سيجنال اناليسيز مثلا سالب 510، بينما بقية القيم هذول بكونوا موجودين على دائرة الامبليفاير، ما فيش داعي، ما بتحسب ولا اي قيمه منهم، بس بتعوض تعويض مباشر، مفهوم كيف؟ اللي بصير انه هون القيمه اللي حصلت عليها الاي في اس طلع عليها 467.7 بالسالب، هذه شو 477، شوف كيف التدرج، هذه اعلى شيء، بينما هاي قيمة المتوسطه وهي شو مالها اقل شيء، ليش اقل شيء؟ عشان وجود الار اس، مفهوم كيف؟ هي في علاقه عكسيه بين الجين وبين الار اس، كل ما زادت الار اس كل ما بقل الجين. طيب هلا اخر شيء هون بدنا نحسب الكرنت جين اي اي اس، شو بدي اسوي؟ هاي تعويض مباشر في المعادله، لازم ما بصير تيجي تطبق يعني تحسب الكرنت جين قبل الفولتج جين لسبب بسيط، انه بدك تطلع الفولتج جين قبل هون عشان بدنا نعوضه، واضح كيف؟
هاي الاي في اس بتكون اوريدي حاسبها، مفهوم كيف السالب مع السالب بروحوا مع بعض. فالار اس والزد انبوت هاي قيم موجود، هاي 172، والانبوت امبيدنس 8.2 كيلو اوم، ار ال قديش قيمتها 10 كيلو اوم. تعال نعوض هون، شو راح يطلع معي الكرنت جين؟ 396.2. فبعيد وبحكي زي ما حكيت لك، الفولتج والكرنت جين دائما بيكون في بينهم اشاره سالبه، هي هذا اشارته السالبه، هذا بتكون اشارته موجبه. مفهوم كيف؟ سهل جدا. هلا اليوم راح حكينا عن هذا، بالاضافه للشرح اللي شرحته راح نيجي ل اخر كونفيجريشن. احنا سابقا شرحنا الكومن ايميتر كونفيجريشن، كذلك حكينا عن الكومن بيز كونفيجريشن، ظلت الكونفيجريشن الثالثه تسمى الكومن كوليكتر كونفيجريشن. الكومن كوليكتر ليش خليتها اخر شيء؟ لانه بصراحه تحليلها شويه بغلب، يعني مش سهل، مش ستريت فورورد زي ما كنا نشوف الكومن بيز وكومن ايميتر. مفهوم كيف؟ في لها خصائص، بدنا نتكلم عن خصائصها. الملاحظ انه لو واحد فيكم اجي يشوف كيف شو يعني كومن كوليكتر، او ليش احنا ليش استخدمنا الكونفيجريشنز بشكل عام. حكيناها سابقا انه دائما لما بكون عندك ترانزستور في له 3 اطراف، البيز والكوليكتر والايميتر، بدك تيجي تطبق عليه التو بورت سيستم. التو بورت سيستم عادي بالعاده بيكون فيه طرفين على المدخل وطرفين على المخرج، يعني مجموع الاطراف قديش بكونوا 4. فشو بالعاده بتعمل في الحاله هاي؟ راح تاخذ، راح تضطر تخلي طرف من الثلاث اطراف هو طرف مشترك بين الانبوت والاوتبوت. فهيك حولت الثلاث اطراف تبعون الترانزستور ل4 اطراف. مفهوم كيف؟ هلا انا هون في الكومن كوليكتر شو بدي اضطر اعمل؟ بدي اجي على الترانزستور اللي له 3 اطراف، اجي اضطر اخلي الكوليكتر تيرمينال هو الطرف المشترك بين الانبوت والاوتبوت، زي ما انا شايف هون. ملاحظ كيف؟ ملاحظين كيف عفوا؟ هلا هذا الكوليكتر هيو، هذا جهه الانبوت اللي موجوده على الجهه اليسار، وهي جهه الاوتبوت اللي موجوده على الجهه اليمين. هاي دائره الكومن كوليكتر كونفيجريشن. هيك انت تعاملت شو مع نوع الترانزستور، ايش نوعه؟ ان بي ان ترانزستور. فيما لو كان الترانزستور معك نوع بي ان بي، بي ان بي ترانزستور، نفس الشيء، بتخلي الاميتر تيرمينال مش موجود بالتحت، بتحطه لفوق، وبتخلي الكوليكتر مشترك بين الانبوت والاوتبوت زي ما انا شايف هون. هلا فيما لو طبقت الجهد على الانبوت، اكيد هذا الجهد على الانبوت هو عباره عن فرق الجهد بين البيز والكوليكتر، فعشان هيك نسميه في بي سي. هلا انت طبقت هون السيمتريكال سوينج، شايف كيف؟ اللي فيها تو بارتس او تو هافز، هم البوزيتيف مع النيجاتيف هاف سايكل. بالتالي الطالب كيف راح تطلع معي؟ هل في استاذ فيها فيز شيفت؟ لا، ما راح يكون فيها فيز شيفت، راح يكون فيها راح تطلع زيها، يعني نفس السيكونس اللي ظاهر على الانبوت بيطلع معي على الاوتبوت. بوزيتيف هاف سايكل فولود ايش فولود ايش باي نيجاتيف هاف سايكل. هي هون بوزيتيف فولود باي نيجاتيف هاف سايكل. مفهوم كيف؟ هلا الجهد على الاوتبوت هو عباره عن فرق الجهد الظاهر وين؟ بين طرفين الاميتر والكوليكتر، اسمه في اي سي. مفهوم كيف؟ طيب هلا شو امثله على دائره كومن كوليكتر امبليفاير؟ كيف بدي اعرف انه هاي الدائره مثلا كومن كوليكتر؟ زي ما انت شايف هون، الانبوت دائما السيجنال سورس، هاي الايكوفلنت سيركت تبعت السيجنال سورس دائما بتكون مطبقه على البيز. مفهوم كيف؟ والاوتبوت من فين مياخده؟ مش من طرف الكوليكتر، ها الاوتبوت هون مياخده من طرف الاميتر. واضح كيف؟ طبعا بس بوجود كابلين كاباسترز عشان نفصل الاي سي عن الدي سي. طيب طلع الكوليكتر هون، لما تيجي تعمل الاي سي اناليسيز، واضح كنا شو نعمل حسب السوبر بوزيشن تكنيك في البي سي سي؟ كنا نخليها هاي، نحط نقيمها ونحط محلها جراوند. اذا الكوليكتر هيك صار موصول مع الجراوند، فبتعرف تماما انه هذا الجراوند هو الشيء المشترك بين الانبوت والاوتبوت. مفهوم كيف؟ نفس الشيء الدائره هاي، الدائره هاي شو اختلفت عن الدائره الاولى؟ انه الار سي هون ما كانت موجوده هون، لو كانت موجوده بدك تحطها ولا بد تعمل دائره فولت ديفايدر كامله. طيب مش مشكلة، بس مهم جدا ايش؟ تضيف باي باس كاباستر سي 3 على طرف ايش؟ على طرف الكوليكتر. مفهوم كيف؟ هلا لما نضيف الباي باس كاباستر على طرف الكوليكتر هون في الاي سي اناليسيز، الكل فيكم بيعرف انه سي 3 راح تصير عبارة عن شورت سيركت، فاذا طرف الكوليكتر بيكون مربوط مع الجراوند، فهذا الجراوند لما تشوفه انت هون هو الافكتيف للطرف المشترك بين الانبوت والاوتبوت. تحولت السيركت هاي لكومون كوليكتر. مفهوم كيف؟ يعني ما بصير ولا بحال، اذا في يعني اذا ما في عندي انا كباستر سي 3
ما في عندي باي باس كبستر، وبدي ابني ولا صار ولا بد بدي ابني دائره كومن كولكتر امبليفاير. بامكانك تستعيض عن ايش؟ عن الريزستر اللي موجود هون. في شو في المقابل بتعمل؟ بتضيف الار سي مع الار اي وبتحطهم في مقاومه جديده اسمها الار اي اللي موجوده هون. مفهوم كيف؟ طيب واضح. هلا بالنسبه للتسميات تبعت الكاباسترز، سي 1 وسي 2 حكينا مرات كثير، هذول دائما بسموهم كابلينج، سي 3 دائما بنسميه باي باس كاباستر. هاي ملاحظات عامه، انه البيس از هيلد ات ستيدي فولتج، البيس هون بتثبت قيمه الجهد على قيمه ثابته اذا باستخدام البايسنج ريزيسترز ار 1 وار 2. طبعا هلا سيميلر هي تو الكومن ايميتر والكومن بيس كونفيجريشنز او الامبليفايرز، there are four biasing configuration. هذه voltage divider. بامكاني انا مش بالضروره في الامتحان او في assignment مثلا اجيب لك كل الدوائر، كل دوائر الامبليفاير voltage divider. بامكاني اجيب لك واحده من هذول الاربعه، بامكاني اجيب لك الكومن ايميتر فيدباك، يمكن اجيب لك الكوليكتر فيدباك، يمكن اجيب لك الفيكس بايوس. فعشان هيك دائما وابدا بدنا الشابتر الاول اللي شرحته في الماده هاي مهم جدا، بفرجيك كيف تتعامل مع هذه الكونفيجريشنز الاربعه، الانواع الاربعه، كيف تيجي تحللها تطلع منها التيارات والجهود. واضح كيف؟ هلا في جنرال كاركترستكس للكومن كوليكتر. الجنرال كاركترستكس هاي بتقول انه الفولتج جين هون راح تكون قيمته كلوز تو يونيتي. واضح كيف؟ هذا عشان هيك بسموه الكومن كوليكتر اللي اسم امبليفاير، which is known as emitter follower. ليش emitter follower؟ يعني الجهد على الانبوت تقريبا بده يساوي الجهد على الاوتبوت، يعني الجهد على الاوتبوت follows الجهد على الانبوت تقريبا، لانه الفولتج جين دائما كلوز تو يونيتي. شو يعني يونيتي؟ قريب للواحد. واضح كيف؟ طيب الحاجه النقطه الثانيه هون الكرنت جين راح تكون عاليه، بس هلا ليش الباور جين راح تكون ميديوم رينج؟ لانه اضرب الجهد بالتيار هذا كلوز تو يونيتي وهذا هاي، راح يكون ميديوم رينج الباور جين. مفهوم كيف؟ الفيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت فولتجز زي ما انا شايف هون قديش راح تكون قيمته صفر. هي الانبوت امبيدنس زيها زي الكومن ايميتر، لا الانبوت امبيدنس لازم في الكومن ايميتر كانت تطلع معنا قيمتها عاليه، بينما الاوتبوت امبيدنس بتكون قيمتها قليله. مفهوم كيف؟ هلا بتسال الطالب في عندنا شيء اضافي بخصوص الشورت سيركت انبوت امبيدنس الاتش اي اي، هذه الاتش اي اي هي اللي بتربط بين الاي سي والدي سي اناليسيس. مهم جدا انت تحسب دائما لما تيجي تتعامل مع اي امبليفاير بغض النظر سواء كومن بيس كومن كوليكتر كومن ايميتر، لازم اول شيء تعمل الدي سي اناليسيس بعدين تبلش بالاي سي، لسبب بسيط انه احنا مهم جدا الاي سي تكون جاهزه عندي قيمه الاتش اي اي اللي هي شورت سيركت انبوت امبيدنس. فالاتش اي عشان اجهزها بدي اضطر احسب الدي سي بيز، عفوا الدي سي بيز كرنت. الدي سي بيز كرنت هذا ما بيطلع معي الا من الدي سي اناليسيس. مفهوم كيف؟ طيب هي كاتب لك اياها الملاحظه هون. تعالوا نشوف هون الخطوات تطبيق الدي سي اناليسيس وخطوات تطبيق الاي سي اناليسيس. في الدي سي حكينا مرات كثيره، اي كباستر بتشوفه معك حسب يعني بتقدر تعتبر هذا الكباستر اوبن سيركت، كلهم بتحولهم لا هي وذ اوبن سيركت. كالكوليت ذا بيس كرنت، بتطلع البيس كرنت بعدين بنحسب بعدها شورت سيركت انبوت امبيدنس. هلا بخصوص الاي سي اناليسيس هون تجاوزا احنا حكينا في الايديال امبليفاير اي كباستر بتشوفه معك بتعتبره ايش؟ شورت سيركت. بس براكتيكالي هذا الاشي مش موجود، يعني بتلاقي انه دائما الفولتج والكرنت جينز بتاثر بالفريكونسي. ليش؟ لانه الفريكونسي لو بدها تغير بتغير في الكباستيف رياكتنس، صح؟ كل ما بتزيد الفريكونسي كل ما بتخلي الكباستيف رياكتنس قريبه للشورت سيركت. بس لما تيجي تتعامل مع ترددات شويه قليله الكباسترات هذول ما بنقدر نعتبرهم شورت سيركت براكتيكالي. بس ايديلي احنا حكينا في الاي سي اناليسيس ايش بنعتبرهم؟ شورت سيركت. يعني كانك انت تتعامل مع الدائره فيها تردد عالي كثير، لما يكون الفريكونسي عالي كثير وين حسب معادله الكباستيف رياكتنس وين الفريكونسي بتكون موجوده في المقام؟ اي قيمه عاليه موجوده في المقام شو راح تخلي الكباستيف رياكتنس قريب للشورت سيركت. مفهوم كيف؟ طيب هلا كباسترز بصير عندي شورت سيركت. السوبر بوزيشن تكنيك بتعمل كل على الفولتج سورس، بتحط عليه جراوند تيرمينال. اي البي جي تي طبعا بدنا نحوله نحط محله الهايبريد ايكوفلنت موديل، بعدين بترسم الفاينل اي سي ايكوفلنت سيركت وذا هايبريد ايكوفلنت موديل. اخر شيء بتحسب البارامترز
الأربعة هذول من تطبيق السمول سيجنال أناليسيس. مفهوم كيف؟ طبعا هون بدي أفرجيك حاجة، بتسأل الطالب إنه ليش يا أستاذي إحنا أنت في لما جيت تعاملت مثلا مع دائرة كومون كوليكتر كونفيجريشن، في الآخر رحت عوضت لي الدائرة تبعت الكومون إيميتر هايبريد ايكوفلنت موديل اللي شايفه هون، ليش ما استخدمت الكومون كوليكتر؟ اللي بكل بساطة إحنا عشان نسهل على حالنا لاحظنا إنه في عندي دائرتين هون، هاي دائرة طبعا زي ما انا شايف هذا بي ان بي هذا ان بي ان ترانزستور وهذا بي ان بي ترانزستور. لما تطلع بتشوف الاشي المشترك بين الانبوت والاوتبوت، ايش هو طرف الكوليكتر. اذا هاي الدائره عباره عن كومن كوليكتر كونفيجريشن، بالاضافه لهي كذلك كومن كوليكتر كونفيجريشن. طيب هلا اذا انت وصلت لمرحله صار ولا بد تستبدل هذا الترانزستور بالهايبريد ايكوفلنت موديل، مفهوم كيف؟ فالهايبريد ايكوفلنت موديل في حالة الكومن كوليكتر زي ما انت شايف هون، هاي طبعا طلع عليها طرف الكوليكتر هو الطرف المشترك بين الانبوت اللي موجود على الجهة اليسار وطرف الاوتبوت اللي موجود على الجهة اليمين، واضح كيف؟ طيب هلا من هون في عندي طرف البيس هيو على الانبوت، هيو طرف البيس، والاوتبوت في عندي طرف الاميتر. بخصوص اتجاه اندفاع التيارات اللي موجودة هون لازم تكون مماثلة للحالة اللي موجودة هون، زي ما انا شايف في عندي تيارين فايتين لجوا اللي هم البيس كرنت والإيميتر كرنت. طبعا في ملاحظة مهمة حكيناها مرات كثيرة سابقا، انه هاي التيارات اي سي مش بالضرورة تكون follows the same rules as ايش الدي سي كرنت، مرات بكون بالعكس، وهذا الحكي شفناه في ايش في الكومن بيس كونفيجريشن. طيب بس هون تجاوزا follows the same rules as ايش الدي سي كرنت. هلا البيس كرنت والإيميتر كرنت ايش مالهم؟ فايتين على الامبليفاير، هاي الاي بي فايت لجوا والاي إيميتر فايت لجوا، مفهوم كيف؟ طيب هلا هذه الشورت سيركت انبوت امبيدنس، لانه الكونفيجريشن هاي اللي موجوده عندي في حاله الكومون اميتر الكومون كوليكتر عفوا، بنحط هون السفكس هاي اتش اي سي والسفكس هاي اتش اف سي، مفهوم كيف؟ الاي بي. طيب هلا احنا بدي اجي انا افرجيك هل في امكانيه تستبدل الكونفيجريشن هاي الكومون كوليكتر كونفيجريشن بالشيء اللي كنا نعتمده سابقا للكومون اميتر ولا لا؟ طبعا هذه بتخص الكومون اميتر، هي اخذناها سابقا حلينا عليها كثير امثله، زي ما انت شايف المشترك بين الانبوت والاوتبوت هون طرف الاميتر تيرمينال، واضح كيف؟ اذا هذا اميتر اكيد هذا الطرف بده يكون بيز، وهذا الطرف المقابل بده يكون كوليكتر، فاذا التيار اللي موجود هون على طرف البيز هو عباره عن البيز كرنت، هو نفس التيار اللي موجود فوق، بينما هون التيار الموجود على طرف الكوليكتر ونفسه الاميتر كرنت. طيب تعال تشوف شغله هون كثير مهمه. بنعرف احنا انه الاتش اي هي اسمها الشورت سيركت انبوت امبيدنس، والاتش اف بسموها الشورت سيركت كرنت جيت، مفهوم كيف؟ طيب هلا الاتش اي لو بدي اعمل مقارنه بين الكومن كوليكتر والكومن اميتر، اوكي بدك تعمل مقارنه ولا بد، بتشوف انه الاتش اي سي الشورت سيركت انبوت امبيدنس في الحالتين نفس الاشي، لاحظ كيف اتش اي سي والاتش اي اي راح يطلعوا لي نفس المقدار، بدليل انه الاثنين لهم نفس القانون 26 ملي فولت على البيز كرنت، مفهوم كيف؟ هي حكيناها سابقا بين هي موجوده هون، شايفين كيف؟ طيب هلا الاتش اف هاي طلع عليها، لاحظ كيف الاتش اف هون حاصل قسمه الاميتر كرنت على البيز كرنت، واضح؟ هي الاتش اف سي لما تبتدي تشوفها شو بدك تقسم الاميتر على البيز، هي طرف التيار اللي معدي هون الاميتر على البيز، بينما هون الكوليكتر على البيز. احنا بنعرف انه دائما لما بتكون البيز كرنت قيمتها قليله كثير، فالفرق بين الاميتر كرنت والكوليكتر كرنت ايش هو؟ عباره عن البيز كرنت. طب اذا جيت حكيت لك احنا في كل الدوائر اللي كنا نشوفها دائما البيز كرنت كان يطلع معنا قيمته بالمايكرو ام، لا عفوا هذا في الدي سي، بس في الاي سي برضه البيز كرنت رح يطلع معنا قيمته قليله، عشان هيك الاميتر كرنت والكوليكتر كرنت تقريبا مساويات. اذا اعتبرت هذول تقريبا مساويات لبعض، اذا هون فيش عندي اي مشكله استبدل الهايبريد ايكوفلنت موديل تبعت الكومن كوليكتر، استبدلها بالهايبريد ايكوفلنت موديل تبعت الكومن اميتر. فممكن احنا هون طلع الكومن كوليكتر هايبريد موديل از سيميلر تو الكومن اميتر هايبريد موديل، مشابهات لبعض. ليش؟ لانه الشورت سيركت انبوت امبيدنسز تقريبا هون اكيد متساويات 100%، واضح كيف؟ بينما
الشورت سيركت كارنت جينز، هدول تقريبا متساويات، لانه هون الاميتر والكوليكتر كارنت قريبات لبعض كثير. بالاضافه للدايركشن اوف الكوليكتر كارنت از ذا سيم از الاميتر كارنت، طبعا كيف اتجاه اندفاع الكوليكتر والاميتر بنفس الاتجاه، فايتين من جوه من برا داخلين لجوه بهذا الشكل، ماشيين بعكس عقارب الساعه. فعشان هيك بعيد وبحكي اي دائره كومون كوليكتر كونفيجريشن فيش اي مشكله تستخدم الابروكسيميت هايبريد موديل تبعت الكومون ايميتر. مفهوم كيف؟ هذا بس كله هذا اللي بحكي لك اياه عشان اوضح لك ليش احنا بنستعيض عن الكومون، نستخدم بدل الهايبريد ايكوفلنت موديل تبعت الكومون كوليكتر، كيف نستخدم الكومون ايميتر بدلها. مفهوم كيف؟ هلا مثال جايب لك اياه هون، شوف الساعه صار المساحة شوي. طيب في طلاب بعدين بفوتوا في المعمل. طيب هذا المثال اللي موجود امامنا عباره عن دائره فولتج ديفايدر كونفيجريشن، سهل كثير اللي شايفه انا حتى الطالب لحاله مرات، مش بالضروره انا اقول لك انه الدائره كومن كوليكتر او كومن بيس او كومن ايميتر امبليفاير، لحالك بدك تعرف كيف. دائما اذا الانبوت جاي على البيس والاوتبوت ياخذه من اي طرف، الاوتبوت احنا هون هذا الاوتبوت من اي طرف؟ على طرف الايميتر، الطرف اللي ما في عليه انبوت واوتبوت هو طرف الكوليكتر، يبقى الدائره اسمها كومون كوليكتر. واضح كيف؟ بعيد وبحكي اذا الكونفيجريشن مش كاتب لك، يعني انا معطيك دائره زي هيك لحالك بدك تعرف شو الكونفيجريشن. كيف بدي اعرف؟ بسال الطالب الكونفيجريشن يا استاذ، تيجي بتشوف الانبوت وين موجود، على اي طرف؟ الانبوت جاي على طرف البيز والاوتبوت جاي على طرف الايميتر، يبقى الطرف الوحيد اللي ما مش موجود عليه لا انبوت ولا اوتبوت ايش هو؟ طرف الكوليكتر. عشان هيك طرف الكوليكتر هون هو بتسمى الدائره كومن، عليه بتسمى الدائره اللي مش موجود عليه الانبوت والاوتبوت. فالدائره هون صار اسمها كومن كوليكتر امبليفاير. مفهوم كيف؟ هذا الكومن كوليكتر امبليفاير حتى نقدر نوجد مثلا البارامترز هذول، لا ليش هيك؟ هذه دي واحد، استنى خلينا نعدلها هلا لانه او شكلها هلا دقيقة واحدة بس شوي يا جماعة. هلا بشتغل شوي، هلا بظبط. اوكي ظبط، هلا انا بس بدي احطها. عايز الانبوت هي الاوتبوت، عايز ايوه هيك. اوكي هلا بعد ما تحسب، لا سوري انا خربطت شوي شوي شوي. لا صح 100% المثال. هون لاحظ كيف بدك تستخدم طبعا الجينز هون اللي طالبهم منك. الجينز اللي طالبهم منك هدول كل مره بتكون في وضعيه شكل، يعني مره ار اس ار ال حالها بتكون موجوده زي ما في الاي في ال والاي اي ال، ومره بتكون الار ال مع الار اس لما تيجي تحسب الجينز بيكونوا عباره عن الاي اي اس والاي في اس. واضح كيف؟ ما فيش في شيء بدوش تغيير ولا حاجه. هاي المطلوب الاول، الطالب بيحسب الانبوت والاوتبوت امبيدنسز. هات شوف كيف بنحل. انا هون بس راح اوصل للانبوت امبيدنس بعديها بنخلص، لانه الاوتبوت والجينز هذول بقيت الجينز لسه ما سويتهم على السلايدات، اللقاء الجاي ان شاء الله مش بنكملهم. طبعا هون هي اول شيء شو بدنا نعمل، الدي سي اناليسيس. هي شلنا كل الكباسترز، كل الكباسترز صاروا اوبن سيركت عندي، الدائره هيك بصف شكلها. بنستخدم قانون تبع ثيفنز تكنيك، لما تستخدم الثيفنز تكنيك هذا القانون البيز كارنت بيطلع معنا هون بهذا الشكل. فيش داعي تشتق، يعني لو جبت لك مثال او سؤال بامكانك تعوض في هذا القانون مباشره
البيس كرنت اللي راح يطلع معك هون اكيوريت، دقيقه كثير. طيب الار ثيفينن بدنا نحسب قديش ار ثيفينن. ار ثيفينن دائما لما بتاخذ ار 1 وار 2 على التوازي مع بعض طلعت معي 2870. ليش طلعت 2870؟ لانه تاخذ قيمتين على التوازي، دائما القيمه المكافئه بتكون اقل من اقل قيمه. شو اقل قيمه عندي في المقاومتين هذول؟ 3.3. قديش طلعت القيمه المكافئه؟ 2870، فهي اقل من قد 3.3 كيلو، 3300 اوم. واضح كيف؟ طيب هلا الفي ثيفينان باستخدام الفولتج ديفايدر رول بتلاقي ان الفي سي سي مضروبه في ار 2 على ار 1 زائد ار 2، طلعت معي هذا الشكل. واضح؟ هي ار ثيفينان وفي ثيفينان جاهزين عندي. لو جينا عوضناهم هون الفي بي اي هي 7 بالعشرة فولت، البيتا دي سي قديش قيمتها؟ 90. واضح؟ هي بتطلع لما نعوض بيطلع البيس كارنت قيمته كثير قليله 13.36 مايكرو امب. هلا هذا البيس كارنت شو بدي اعمل فيه؟ بدي اقسمه على 26 ملي فولت الثيرمال فولتج. يعني الثيرمال فولتج 26 مقسومه على هذا التيار، البيس كرنت راح يطلع معي الشورت سيركت انبوت امبيدنس، بتطلع معي قيمتها افكتفلي عالي شوي 1946. طيب هلا احنا بدنا نيجي نشوف الاي سي اناليسيس. هذا كله دي سي سهل جدا، يعني انا متاكد مش حدا منكم بيواجه فيه اي مشكله. في الاي سي اناليسيس حكينا وين اي كابستر موجود عندنا، انا بنعمل فيه شورت سيركت. واضح؟ سي 1 وسي 2 وسي 3. هلا اللي راح الدائره كيف راح يصير شكلها هيك بهذا الشكل. هلا في ملاحظه مهمه، هذه انت بالعاده لما تيجي ترسم، يعني حكينا سابقا انه الطالب صعب كثير يجي يرسم الدائره هاي من اول مره. واضح؟ حتى بدك تدرج في الحال، يعني بدك تعمل زي بليمينري ديزاينز، شوف كيف تطلع معك، تحاول تبسط في شيء راح يضل، مقاومه راح تختفي، في مقاومات دائما راح تضل موجوده، مقاومتين راح اكيد يجوا على التوازي. واضح؟ هذه الاشياء كلها حتى تقدر تتوصل للدائره هاي يا جماعه تضطر بيكون، يعني اكثر شيء بيكون في رسمتين او ثلاث رسمات قبلها. فانا جايب لك هون رسمات تنتين قبل هذه الرسمه النهائيه. شوف كيف الحالة اللي موجودة هون، لما تيجي تطلع على المقاومة ار سي، في شيء بدنا نتفق معه نتفق عليه مع بعض انا وياكم، انه الار سي هاي هل يا ترى بتضلها موجودة في الاي سي هون ولا بتختفي معنا؟ دور عليها، ما بتلاقيها موجودة من مرة. طب ليش بتسأل الطالب؟ لسبب بسيط، انه الكوليكتر ريزيستر هذا اجى بين تو جراوند تيرمينالز. مفهوم كيف؟ هذا طرف جراوند وهذا طرف جراوند، ما هذا الجراوند مع هذا الجراوند وصلهم مع بعض، شو عملت على الار سي؟ عملت عليها شورت سيركت. مفهوم كيف؟ عشان هيك الار سي ما راح يكون لها اي وجود عندنا. طب بتسال كيف اجى الجراوند هذا هون؟ ما هو بتعرف انت على السوبر بوزيشن تكنيك احنا حكينا الفي سي سي هاي بدها تصير جراوند. طيب والجراوند الثانيه؟ سال الطالب. هاي تعال ارجع على الدائره، في عندنا سي 3 في الاي سي 3 في الاي سي اناليسيس، شو حكينا سي 3 بصير فيها؟ بتصير عبارة عن شورت سيركت. واضح كيف؟ فإذا هون زي ما استنتجنا بتلاقي إنه بعيد وبحكي الـ RC موجودة بين تو جراوند تيرمينالز. مفهوم كيف؟ فعشان جاية بين تو جراوند تيرمينالز RC أو أي مقاومة ثانية، شو بصير فيها؟ بتصير عبارة عن شورت سيركت، ما لهاش أي وجود من مرة. مفهوم كيف؟ طيب هلا في ملاحظة ثانية، الـ RE والـ RL بدنا نتفق مع بعض، هل كيف جايين مع بعض هذول؟ أكيد على التوازي، لأنهم من جهة الاثنين مشتركين في طرف الإيميتر، ومن الجهة الثانية مشتركين في طرف إيش؟ الجراوند. واضح؟ الـ RL و RE جايين على التوازي مع بعض على طرف هي يمه، على طرف الإيميتر هي RL و RE. واضح كيف؟ طيب بالنسبة لـ R1 و R2 كيف جايين مع بعض؟ أكيد برضو على التوازي، لانهم مشتركين R1 وR2 في طرف البيس مع بعض، والطرف الثاني هو عباره عن الجراوند. هي لاحظ هون في عندي جراوند، هون في عندي جراوند، اذا هون R1 وR2 جايين على طرف البيس وجايين مع بعض على التوازي. لاحظ كيف هي R1 وR2 هي جايين على التوازي مع بعض وموصلين على البيس. هلا في على البيس كمان حاجه ثانيه، في السيريز انبوت امبيدنس مع مصدر التغذيه، هي بضل زي ما هو. استنى شوف هي أي مصدر التغذية مع السيريز انبوت امبيدنس، يبقى الدائرة هاي تبسيط للحالة اللي شفناها هون. واضح كيف؟ هذه الدائرة هلا فيما لو جيت أنت بدك تحط تعوض بدال الترانزستور هذا تحط محله الهايبريد ايكوفلنت موديل تبع الكومون ايميتر، هون فيش أي مشكلة، يعني مش راح تواجه، مش راح يكون في عندك أي خطأ من مرة.
واضح كيف؟ فكل اللي راح اسويه انه طرف الكوليكتور هذا بده يكون على الجراوند زي ما انا شايف هون، هاي الهايبريد ايكوفلنت موديل، في لها ثلاث اطراف، بيز الكوليكتور والايميتر. طيب طرف الكوليكتور هون بيجي على الجراوند، طرف الايميتر بده يجي على المقاومتين هذول الار اي والار ال، واضح؟ طرف البيز بده يجي مع بقيه المقاومات اللي هي ار 1 وار 2 والار اس مع مصدر التغطيه. واضح كيف؟ هي الدائره عندي هيك صارت جاهزه. على فكره الرسم كثير يعني لما بتحط الرسمه هاي صحيحه اي شيء زي لما تيجي تحسب يعني الانبوت والاوتبوت كله بكون صح. فمهم جدا انا بدي يعني احلل بشكل سليم واتعب شوي افكر شويه حتى اتوصل للرسمه الصحيحه هاي، لانه فيما لو كان فيها اي خطا مصيبه، يعني اي شيء بدك تبني عليها كله راح يكون كله راح يكون خطا معنا، مفهوم كيف؟ فهاي بحكي لنا هون انه الار ال جاي مع الار اي على التوازي زي ما انا شايف هون، حافظت عليها ضلت على التوازي، ار 1 ضلت مع ار 2 على التوازي، واضح كيف؟ اوكي هلا بدنا نيجي نحسب الانبوت امبيدنس. الانبوت امبيدنس دائما بتعامل مع الممانعه الداخليه تبعت الامبليفاير بمعزل عن الار اس، عشان هيك حاطط لك السهم هون متخطى الار اس، يعني بده يجي يشوف المقاومه الداخليه. هلا لما بدي اجي احسب الانبوت امبيدنس هون شوي غلبه مش سهله، بدي اجي اشوف الممانعه بين على التيرمينال بي هاي اللي هي اللي راح تاخذ بعين الاعتبار ممانعه هذول الثنتين مع هذه، مفهوم كيف؟ مصدر التغذيه ليش انا حطيته هون في الانبوت امبيدنس بدنا اياه؟ لانه هو راح يشكل التيارات اللي هم البيز والكوليكتر كرنت والاميتر كرنت. بدون هاي التيارات طبعا لو كان مصدر التغذية قيمته صفر أكيد هاي التيارات راح تكون قيمها أصفار، فهذا راح يصفي قيمته صفر. مزبطش معنا في الانبوت امبيدنس، دائما لازم يكون مصدر التغذية موجود، بدي تأثير مصدر التغذية عشان يشكل التيارات هذه، مفهوم واضح؟ بس ايش ار اس لو كانت موجودة او مش موجودة ما راح تأثر على الانبوت امبيدنس، مفهوم كيف؟ طيب هلا هون في ملاحظة جدا مهمة كاتب لك اياها هون في الكومون كوليكتر، بخلاف الحالتين اللي شفناهم سابقا اللي هم الكومون ايميتر والكومون بيز، دائما وابدا الانبوت امبيدنس بتاثر بقيمه الار ال. طلع علي خليني اعيد لك اياها. هلا حكيت انا الانبوت امبيدنس ما بتاثر بالار اس، اوكي متفقين على هذا الحكي، بس هل يا ترى الار ال اللي موجوده هون اللي قيمتها 2.2 كيلو اوم هل بتاثر على الانبوت امبيدنس؟ اكيد بتاثر، واضح؟ في الحالات السابقة كنا نشوف بالتحليل، في التحليل كنا الـ RL ما كانت تأثر على الـ Input Impedance ولا بأي شكل من الأشكال، لسبب بسيط إنه هذه كانت موجودة على جهة وهي والـ Input Impedance موجود على الجهة الثانية، فلما تيجي تعمل التحليل كان يطلع معك إنه الـ RL ما راح تأثر لا في الـ Common Base ولا في الـ Common Emitter، بينما هون حسب ما كاتب لك في الملاحظة إن Common Collector Amplifier Z Input is affected by the Output Impedance RL. However, زد ما بتتاثر never gets affected by RS، مفهوم كيف؟ هاي الملاحظه جدا جدا مهمه. طيب تعال نشوف احنا هون حتى نقدر نوجد الانبوت امبيدنس، في عندي السري اللي في عندي الانترنال امبيدنس سميناها زد اكس، الزد اكس هاي اخذ بعين الاعتبار الممانعه تبعت العناصر هاي شوي والله ممانعه العناصر هذول الداخليه، الممانعه الداخليه. طيب وين بسال الطالب بدي افرض الزد اكس؟ على الاول شيء الجهد، فرق الجهد هيو رسم انا هون، لا ليش هيك على الدائره اللي بعدها هي لا مكررها مرتين. طيب هلا جهد البيز لما تحكي انت جهد نقطه معينه هو شو بيمثل؟ فرق الجهد بين نقطتين صح؟ طيب النقطه الثانيه شو بدها تكون؟ ضمنيا الجراوند صح؟ لما نقول جهد النقطة هاي بتكون اسمه جهد البيز أو أنا سميته من عندي في اكس، واحد ثاني سماه في واي، فيش أي مشكلة. هذا جهد النقطة بيكون من هون all the way down لحد اللي هون، مفهوم كيف؟ هلا هذا الجهد الكلي من هون لهون شو بده ياخذ؟ بده يكون حاصل جمع جهد ال HIE مع جهد العنصرين هذول على التوازي مع بعض. واضح؟ هي كاتب لك اياهم. ال VX شو بتساوي؟ ال VHIE زائد ال V للإميتر ريزيستر على التوازي مع ال RL، مفهوم كيف؟ طيب هلا ال VHIE هاي لو بدك تحسب الجهد هون ولا بد شو بده يساوي؟ حسب قانون اوم بيساوي التيار المعدي في هذه المقاومه البيز كرنت في ال HIE. هي البيز كرنت في ال HIE طلع معي ال VHIE. طب تعال نشوف المقاومتين اللي تحت.
كيف جايين هدول المقاومتين تحت مع بعض، جايين مع بعض على التوازي. طيب هلا في حدا بيسأل سؤال على الشات؟ دكتور الشاشة مكبرة. الشاشة مكبرة، مش شايفين الشاشة؟ حدا يقول لي بالله. هيك شايفين الشاشة؟ طيب اوكي تمام. طيب هيك تمام. اوكي اللي خليني ارجع احكي هون، الفي اكس هاي لو جينا سالنا اي حدا منكم سؤال، هذه عباره عن جهد النقطه هاي، في اكس او في بي. طيب شو العلاقه الرياضيه اللي بتربط بين الفي اكس او الفي بي والجهود اللي موجوده هون؟ بكل بساطه الكيرتشوف فولتج لو، الجهد تبع الفي اكس هو عباره عن جهد المقاومه هاي مع جهد المقاومتين هذول على التوازي، لانه الفي اكس هو عباره بيمثل دائما فرق الجهد من هاي النقطه اول ذا واي داون لحد جراوند. مفهوم كيف؟ بعيد وبحكي، حكينا احنا دائما لما دائما الجهد هو بيمثل فرق الجهد بين النقطتين. لما بحكي لك جهد نقطه واحده، النقطه الثانيه ضمنيا بدك تعرفها في مخيلتك هي عباره عن جهد نقطه جراوند، صح ولا لا؟ لما اقول جهد نقطه البيز هون بتكون ريلاتيف تو جراوند اللي موجوده هون. فهذا الجهد اسمه في اكس انا سميته، واضح؟ شو بدي اساوي؟ جهد المقاومه هاي زائد جهد المقاومتين هذولا، صح ولا لا؟ اكيد 100% صح. طيب جهد المقاومه هاي حسب قانون اوم شو بدي اسوي؟ بساوي التيار اللي معدي في هاي المقاومه ضرب ايش الامبيدنس تبعتها، يعني الاي بي في الاتش اي اي، هي واضح كيف؟ بينما هون لو بدك تيجي تحسب جهد المقاومتين هدول على التوازي مع بعض، هيخدهم على التوازي واضربهم في التيار اللي معدي فيهم الترين، ايش هو؟ عباره عن الاميتر كرنت. لاحظ كيف؟ ايوه الاميتر كرنت منطقي جدا خارج من طرف الاميتر معدي في هدول المقاومتين، خدهم على التوازي مع بعض بعدين اضربهم بالاميتر كرنت، شو راح يطلع معي؟ جهد هدول المقاومتين. فاجمع الجهدين مع بعض، جهد هاي مع جهد هاي، شو راح يطلع معي؟ جهد البي اكس. واضح كيف؟ طيب هلا الملاحظه هون في عندي تيارين، في عندي هون تيار البيز وفي عندي هون تيار الاميتر. واضح؟ حكينا سابقا انه في الكومن ايميتر التيارات هذه عباره عن اي سي كرنتس، بس مرات بتكون فولوز ذا سيم رولز از البي سي، يعني في علاقه بتربط بين هاي التيارات اللي هو الكاتش اوف كرنت لو زي البي سي. هي الايميتر كرنت دائما بيساوي البيس كرنت زائد الكوليكتر كرنت، مفهوم كيف؟ فالعلاقه اللي بتربط بين التيارين اللي هم الكوليكتر والبيز كرنت شيء بيسموه الاتش اف سي زي البيتا دي سي. حكينا احنا الاتش اف سي عباره عن البيتا تقريبا، هي بيكون مساوي احنا تجاوز نعتبرها 100%. واضح؟ فالمعادله رقم ثلاثه هاي اللي بتربط بين البيز والكوليكتر كرنت لو جينا عوضناها في معادله رقم اثنين من تطبيق الكيرتشوف كرنت لو على الكومن ايميتر كونفيجريشن. هلا الدائره بيسالني الطالب بيقول لي استاذ احنا كومن كوليكتر، ليش قاعد بتقول كومن ايميتر؟ لانه حكينا الهايبريد موديل اللي استخدمته انا في الكومن كوليكتر ايش هو الهايبريد موديل؟ الكومن ايميتر هايبريد موديل. اقنعناكم اخر شيء قلنا لكم انه في امكانيه تستبدل الكومن كوليكتر بالكومن ايميتر هايبريد موديل، واضح كيف؟ فالتيارات لما تيجي تطلع عليها في الكومون ايميتر بتشوف انه الايميتر كرنت بيساوي البيز كرنت زائد الكوليكتر كرنت. هلا العلاقه اللي بتربط بين الكوليكتر والبيز كرنت هي عباره عن الاتش اف سي، مفهوم كيف؟ لو عوضنا معادله رقم ثلاثه في معادله رقم اثنين راح يطلع معي الشكل اللي موجود هون، الايميتر كرنت تساوي البيز كرنت في 1 زائد الاتش اف اي. اوكي هاي المعادله رقم اربعه راح اضطر اعوضها هون، ليش؟ لاني بدي التيارات كلها موحده، اياها بيز كرنت، هذا التيار بدي اتخلص منه، فاذا باجي بعوض محله ايش؟ المعادله رقم اربعه هون بنحطها، هيك راح يصير شكل المعادله. هيك راح يصير شكلها، طيب هلا هي هون لاحظ كيف هذا بيز كرنت هون وفي عندي هون بيز كرنت، خذ هذا البيز كرنت عامل مشترك، هيك المعادله بصير شكلها، هلا بتيجي بتقول لي انت الجهد هذا الزيد اكس اللي الانترنال امبيدنس هاي شو بدها تساوي؟ حسب قانون اوم سهل جدا، الفي اكس على ايش؟ على البيس كرنت، مفهوم كيف؟ على البيس كرنت. طيب عندي انا البيس كرنت هيو معروف هون، بس اقسم هذا اقسم الطرفين على البيس كرنت على البيس كرنت، اذا هذا المقدار في اكس على اي بي شو راح يطلع معنا؟ زد اكس الانترنال امبيدنس. اذا الانترنال امبيدنس هي شو قيمتها بتساوي؟ اتش اي اي زائد الار اميتر مع الار ال على التوازي مضروبه في 1 زائد الاتش اف اي، هذه الانترنال امبيدنس. واضح كيف؟ هذه مهمة جدا، يعني ما بتقدر
طلع انت الانبوت امبيدنس للكومن كوليكتر امبليفاير بدون ما ايش، بدون ما تطلع زد اكس. زد اكس شو اخذت بعين الاعتبار؟ الممانعات الداخليه، يعني هاي كلياتها اخذناها بعين الاعتبار. بسالت طالب وهاي يا استاذ هاي وين ده؟ انا ما شفتك فوت. لا هاي موجوده اكيد، لانه حكينا سابقا الاميتر كرنت شو كان يساوي؟ يساوي البيس كرنت زائد الكوليكتر كرنت. هاي المعادله هاي تبعت ايش؟ الكيرشوف كرنت. وين استنى، هاي هاي الاميتر كرنت تساوي البيس كرنت زائد الكوليكتر كرنت. مفهوم كيف؟ يعني احنا فوتنا تاثير الكرنت الديبندنت كرنت سورس اللي موجود هون. فالممانعه الداخليه هي عباره عن الممانعه من هذه النقطه وجوا، هذه طلعناها عباره عن زد اكس. هلا لما جينا حسبنا زد اكس قديش طلعت قيمتها؟ 49215، قيمتها عاليه كثير. واضح كيف؟ كيف سوينا؟ عوضنا الاتش اي اي حسبناها ال 946، الاميتر ريزستور هي قيمته، الاتش اف اي هاي، الار اي مع الار ال خذهم على التوازي. هاي هذه لازم تاخذ المقاومتين، مش تجمعهم جمع، اوعى حدا يجمعهم جمع، لازم تاخذهم الثنتين على التوازي مع بعض، بيطلع 519.44، اضربها في 91 بيطلع هذا المقدار تبع الزد اكس. هلا صارت هلا بعد هيك كل شيء بصير سهل جدا. لو بدك تيجي تحسب الزد انبوت بكل بساطه شو راح تقول لي؟ راح تقول لي هون الزد انبوت شو راح تكون؟ راح تكون ار 1 على التوازي مع ار 2 على التوازي مع الزد اكس. مفهوم كيف؟ طيب ار 1 على التوازي مع ار 2 اوجدناها سابقا في الدي سي اناليسيس، شو طلعت تساوي؟ هي عباره عن الار ثيفنين. يبقى هون الار ثيفنين على التوازي مع الزد اكس راح يطلع معي الانبوت امبيدنس. طيب تعال نشوف هون، هاي الار ثيفنين 2870، خد الار ثيفنين على التوازي مع الزد اكس، شو راح يطلع معي هون الزد انبوت؟ بتحسب الزد اكس اوريدي، حسبنا الزد اكس لحاله والار ثيفنين عندي اياها جاهزه 2870، هاي الانبوت امبيدنس.